اختار أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال دورة استثنائية مساء اليوم بفندق طفيلة بنواكشوط الوزير السابق سيدي محمد المحام رئيسا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وجهه السادات نائبا له، كما تمت إعادة تزكية الوزير السابق عمر المعطلة في منصبه كأمين عام للحزب. والمحام الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب أدلى بعد اختياره بكلمة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله. الأخوات والإخوة المؤتمرون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين غمرة السرور بثقتكم التي منحتموني وثقلي وجزامة المسؤولية التي أنطتم بي، أتقدم إليكم ببالغ الشكر والامتنان راجيا من الله التوفيق ومنكم الدعم والمؤازرة، شاكرا لسلفي ولرؤساء الحزب الذين سبقوني في تحمل هذه المسؤولية، عظيم ما بذلوه من جهد وعمل صالح في بناء صرح الاتحاد من أجل الجمهورية قوة حزبية وتشكيلة سياسية تحظى بثقتي وانتماء أغلب الموريتانيين. وكما تعلمنا من الرئيس المؤسس الأخ محمد بن عبد العزيز وعلمنا أن نكون دائما للجميع، فإنني أؤكد لكم وأعدكم بأنني سأكون في خدمة كل المنتسبين لهذا الحزب وكل الداعمين لهذا المشروع أيا كانوا وأينما كانوا. ولذلك فإنني أغتنم هذه الفرصة لدعوة كل المناضلين والفاعلين والنشطاء السياسيين في كل المواقع أن يتجاوزوا كل خلافاتهم الثانوية وأن يكونوا يدا واحدة ورافعة قوية لمشروع النهضة الوطنية الذي يقوده الرئيس المؤسس الأخ محمد بن عبد العزيز في مواجهة التخلف والفقر والجهل والمرض. وتأكدوا أننا كحزب لا نستطيع أن نقدم للناس صورة ومثلا نحن عاجزون عن تجسيده سلوكا بيننا، إن علينا أن ندرك عمق انتمائنا الضارب في التاريخ وبأننا أبناء أمة عظيمة وحملة رسالة خالدة للعالمين. لذلك ومن أجل ذلك نحن نعمل ونناضل بكل ما لدينا من قوة، وعلى تلك القاعدة تقوم مبادئ حزبنا وقيمه ومذله. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى استلهام هذه الروح النضالية والرسالية التي هي الطاقة الدافعة لكل عمل يراد له البقاء، كما أنبه جمعكم الكريم هذا ومن خلاله أنبه كل مناضل الحزب إلى خطر الروتين والبيروقراطية والتماهي مع الإدارة الذي يدفعنا إليه موقعنا كحزب حاكم. إن على مناضلين الموجودين في مختلف مرافق الدولة وخصوصاً وزراؤنا في الحكومة أن يدركوا أنهم ليسوا مجرد موظفين عاديين، بل هم أصحاب رسالة وساسة ومناضلون حزبيون يقومون بواجباتهم الحزبية في خدمة الناس والبلد، ويجسدون رؤى وفكر الرئيس المؤسس وطموحه لما يريد لهذا البلد أن يكون عليه. ولذلك فإن عليهم كحزبيين أن يكونوا دائماً أكثر قرباً من الناس وأكثر تفانياً في خدمتهم، مما يضمن وفاء الناس والتفافهم حول هذا المشروع حتى ونحن خارج الحكم والسلطة. إن بلداً كبلدنا بثرواته الهائلة وموقعه الاستراتيجي وإسهامه في الحضارة الإنسانية وقدرات أبنائه الذين أضاءوا بالعلم والحضارة كل غرب إفريقيا وكل فضاء الساحل وحملوا الحضارة إلى عمق أوروبا، يشكل بقاؤه تحت نير التخلف والجهل إهانة لنا كشعب وذلة لنا كأجيال تملك من وسائل النهوض ملايين المرات أضعاف ما ملكه الأجداد. كما أن علينا جميعاً قيادة ومناضلين أن ندرك بأن مقتضيات الوثيقة الدستورية وإن كانت تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة أي تشكيل سياسي أو قيادتي، فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تشكل لدينا مانعاً من استلهام رؤية الرجل وفكره وإرادته في النهوض بهذه الأمة من سباتها عبر انحيازه للفقراء والمستضعفين ومحاربته للفساد والمفسدين وعمله الدؤوب لبناء القدرات الذاتية للإنسان الموريتاني. وبالتالي فجدير بهذه السانحة أن تشكل فرصة لتعزيز التواصل بين كل مناضلي ومناضلات الحزب والرئيس المؤسس، ليس بوصفه رئيساً للجمهورية أو رئيساً سابقاً للحزب، وإنما بوصفه منظرة هذا المشروع الوطني
ورائده واللبنة الأولى في بنائه ومن معينه وإنجازاته الشاهدة على أرض الواقع، نراكم ونكثف فعل النهضة العاصم بوعيه من الارتداد والنكوص إلى الوراء. الإخوة والأخوات المؤتمرون، إن تكريس الديمقراطية كأرقان نموذج لإدارة الدولة وسياسة الناس يتطلب تجسيد التوازنات المؤسسية الضرورية. لذلك فنشر الثقافة والمسلكيات الديمقراطية في واقع ظل يطبعه الاستبداد والأحادية قروناً له أمر محفوف بالكثير من المعوقات الموضوعية والمفتعلة أحياناً، لكنه ممكن بل وضروري لا غنى عنه إطلاقاً. لذلك فإن علينا أن نعزز بناء الأغلبية بتعزيز صفوف أحزابها والدفع بها إلى تحقيق الأهداف والقيم المشتركة التي وضعها الرئيس المؤسس في احترام كامل لقواعد الاختلاف والتنوع والتعدد. كما نمد يدنا وبقوة إلى كل أطياف المعارضة الوطنية، معلنين استعدادنا المطلق لمد جسور الحوار والتعاون معهم على قاعدة صلبة ومستديمة، منبهين أننا وبقدر ما نؤمن بالأهمية البالغة للمعارضة في الأنظمة الديمقراطية كسلطة رقابة وشريك وطني، فإننا في نفس الوقت نؤمن بأننا وبقيادة رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً نمارس السلطة في هذا البلد بتفويض وتكليف من الشعب الموريتاني. وفي هذا فنحن لا نملك أن نخون ونتنازل عن أمانته وتكليفه، إلا أننا وعلى هذه القاعدة مستعدون للتحاور الجاد والبناء من أجل الوصول إلى كل ما يقوي من وحدة الموريتانيين وتلاحمهم وتعزيز وتطوير منظومتهم السياسية بمشاركتهم جميعاً دون إقصاء أو استثناء. وفي نفس الوقت نرفض وندين بكل قوة دعوات الانفصال التي صدرت مؤخراً عن جهات وأفراد قلائل لا يمثلون إلا أنفسهم، كما ندين بنفس القوة كل فعل أو دعوة يمسان من تماسك الشعب الموريتاني أو من وحدة أراضيه أو من مبدأ المواطنة كقاعدة وحيدة للدولة الموريتانية. ندين من قام بهذا الفعل ومن باركه أو حضره. الأخوات والإخوة المؤتمرون، إننا إذ نذكر بقوة بما حققته بلادنا في ظل المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية من إنجازات ونجاحات على المستوى الوطني والدولي، فإن علينا أن نعمل بروح لا تعرف الكلل لتحقيق برنامج المأمورية الثانية ومضاعفة الإنجازات والنجاحات، واعتمادنا بعد الله في ذلك على القوى الحية في هذا المجتمع، على الشباب والنساء، وهي فرصة لإيصال رسالة جادة وواضحة عبر عنها الرئيس المؤسس أكثر من مرة، تقتضي ضرورة الدفع بالشباب والنساء إلى واجهة العمل الوطني ومكان الصدارة منه، وأن نجعل من ترشيد وتجديد هذا العمل ضامن استمراري. وأؤكد لهم أن كل الأبواب والمواقع في الحزب مشرعة أمام الشباب والنساء. لذلك فإنني أدعو هاتين الفئتين إلى مضاعفة الجهد وتحمل المسؤولية بقوة من أجل بناء هذا البلد وتشييد صرح الاتحاد من أجل الجمهورية صرحاً موريتانياً لكل الموريتانيين. مرة أخرى أكرر بالغ شكري وعظيم امتناني، والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. وبهذا الاختيار يكون سيدي محمد المحم رابع رئيس للحزب الحاكم.